طبعا من هذا المنظر تشوفونه هنا، هذه البيئة السياحية اللي ممكن أن نحقق من عندها اتجاهات سياحية جميلة. هسه هذه اللقطة أنا منزل الموبايل باتجاه المي حتى تشوفون قرب هذا الجاموس قد يكون شكله جميل. بالمناسبة هذا الجاموس أليف جدا. هسه هاي الجاموسة خلفها هذا الرجال الواقف وهذا البيت مالته، أعتقد إنه هي لقطة رائعة بإمكان هاي اللقطة تخبط. هاي اللقطة ابو عماد فوتنا من يم الجاموسات كلش على كيف. طبعا هنا بالفيلم لابد ان اذكر اصدقائي من يشابهني بالتوجه، صديقي من الناصريه رعد حبيبي الاسدي، وايضا اصدقائي من بغداد من اوصوني انه الله ابو جاسم قواك الله اخوي، الف عافيه ألف عافية. شوفوا أكو أروع من هذا المنظر أصدقائي، أكو أروع من هذا المنظر تشوفونه هنا. هذه البيئة السياحية اللي ممكن أن نحقق من عندها اتجاهات سياحية جميلة. الله يبارك. هسه هذه اللقطة أنا منزل الموبايل باتجاه المي حتى تشوفون قرب هذا الجاموس قد يكون شكله جميل. بالمناسبة هذا الجاموس أليف جدا. هسه هاي الجاموسة خلفها هذا الرجال الواقف وهذا البيت مالته، أعتقد إنه هي لقطة رائعة بإمكان هاي اللقطة تخبط. هاي اللقطة هلو. هذا يسمونه قاعد يعطبون. وين؟ إيه هذيك جاي تجيب؟ ايه هسه هم قاعد يعطبون هن هذا ال ناس قومن قاعد يعطبون هن شو اسمه؟ يعطبون هن مطال على مود الدخان؟ دخان نعم على مود البق. ابو مالك قواك الله، شلونك عيوني؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك ويسلمك. اسال الله بحق محمد وال محمد يرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، وان يوفق يكثر مالك اضعاف اضعاف يا رب. انت انسان طيب ودعيتنا انه نقعد ببيتك، دعيتنا انه نصورك وقبلت، وهذا شيء انا جدا اشكرك عليه. اهلا ومرحبا بك. ايش قد تبقى بالعزيبه ابو مالك؟ والله انا بعد اظل شهرين ثلاث اربعه. ها والله شلون هم جيرانك وياك؟ لو هم تعبينك؟ لا والله بخير جيراني. ها والله نعم. ابو عماد يعود لك؟ ابني ابو عماد والله والله ولا خير عليك، هم انسان طيب راسا استقبلنا والله. الله يحفظك ويسلمك عيوننا رحم الله والديك. انا هوايه اروح للكحلاء. صحيح كلش هوايه اروح للكحلاء، هاي صار لي سنين. والله ومن يجون ناس سواح من الخارج ومرات اجانب وكذا ناخذهم للكحلاء، لان الكحلاء تعرفهم من النعاج شوي اكبر. صحيح خورها عظيم. صحيح. ما شاء الله. صحيح. ام النعاج السوداء العظيم خور كلش كبير. صحيح. كلش يعني بي ماي هم هواي. حتى قبل اربع اشهر تم هنا ما عندكم ماي قبل الله. كان كلش كان الماي متحول كله هناك عشان. صحيح كلش حلو على مصارف على تراث العالم وكذا. هاي احنا عندنا ناسنا بالخارج يموتون على هاي المكانات، يقولون هاي البيئه مالته كلش نرتاح نشوفها. والله صحيح. اي والله وهناك نوصل الخارج كلش. اي والله هسه طيب حاليا ما نرهم بجو كام. اي نعم ابو عماد. نعم هسه اعطيكم الصفحه مالتي اسمها ودخلوا عليها، راح تشوف انا مصور هم هنا العوده والبطاط والحمص والبريده والعقر والمفصل البريده والهدام قريه المصفى كلها مصورها. هاي المناطق انا كل مكان اروح له عد بيه صدقان. صحيح يقول الف صديق ولا عدو واحد. صحيح الله يحفظك وينعم حالك. الله الله يحفظك رحم الله والديك. لا انا وياي عصابتي
المره والجهال و... اهلا وسهلا بيهم. الله يحفظك يا ولد، رحمه الله على والديك، الله يعزك. لا مشكورين، وانتم ذمه اللي يجي للعماره اللي يحتاج شغله بالعماره، يم دوار الدوله يم كذا، انا وسيارتي خادم. خادم والله، باي وقت تجون هسط تليفوني لابو عماد لابو محمد، باي وقت تجون انا وسيارتي واشتردون بالعماره، اعتبروا عندكم بيوت مو بيت. يشهد الله، الله يستر عليك. هسه نرد اللي هناك، الله يحفظك ابو عماد الورد. اصدقائي شفتوا الحياة وان كانت بدائية ولكن جميلة جدا، جميلة جدا، يعني نسبة الاسترخاء بها كلش كبيرة، خفض التوتر كلش عالي، النقاء الموجود بالسواء، النقاء الموجود بالجو، والنقاء الموجود بكل شيء، بالماء، بالخضرة، كل شيء عندهم طبيعي، كل شيء عندهم طبيعي، فبالتالي البيئة تنتج بشر هادئ. يلا في مال ابو عماد، ابو مال أصدقائي. هذا الفيديو من صفحة أحمد صالح نعمة، وأرجو من أصدقائي اللي يشوفونه اللي يحب يضغط لايك يضحك، واللي يحب أيضا يشاركه أكون ممنون منه، حتى نعمم الجمال لكل أبناء الوطن خارج البلاد، ومو للعراقيين، حتى لغير العراقيين خلي يشوفون العراق ايش فيه. شكرا جزيلا لكم. أصدقائي الأعزاء، هسه أنا ترخصت من أبو عماد إنه أسوق الشختورة مالته، واليوم هاي مناسبة حلوة وجيدة إنه أنا جيت بهذا المكان، هم تعرفت عليهم وهم أتعرف على أبو مالك بالجانب الآخر، حتى إذا صار عندنا جانب سياحة بمنطقة لا أرد أرجع لأبو مالك، إذا صار عندنا جانب سياحة بمنطقة السلام بعد حتى نعرف نجي عليكم هناك. الله يحفظك ويسلمك. شوف هاي لو مكمل لها دوسه كانت طلعت هيك، بس تخليها تشطي رجعها وبعدين انت تكمل عليها. بس انا اعرف لو ما اعرف. لا اطمئن. والله اصدقائي ماكو الطف من هاي الناس اللي تعيش بهاي الاماكن، وانا اللي طالما قلت لكم انه هذول الناس من ألطف الناس، مجاملتهم شيء جميل، معاشرتهم شيء أجمل. قواك الله أبو مالك، شلون أخوي؟ شلون صحتك؟ أبو مالك مربي مال جاموس، إحنا هسه قاعد نفوت من يم الجاموسات مالاته، هذا الناس يسمونهن مقيلات، هذا يبقى مقيل بالماي ما دام الحرارة موجودة حتى يتخلص من الحرارة اللي بجسمه، لأن هو دسم ياكل القصب اكثر شيء، والقصب بيه بروتين عالي، بيه هاي ماده اليخضور اللي هي كلوروفيل، ماده عاليه و احسنت ياكل هذه. احسنت. وهذا العزيب مالتهم هو يعني بيت مؤقت مو دائمي. ها هو عمك. عمك؟ نعم. انت هم حريشي مو؟ انا من ايام جيت هنا أنا حصلت حيه كبيره خذيتها وياي للبيت وبيضت عندي، بيضت بيضتين تقريبا قد بيضه الدجاجه بس طولانيه، وماتت، شقيت بطنها فتحتها على مود التشريح، طلعت من عندها 11 بيضه كبيره. هسه راوك اياها عندي بهذا التليفون، هي محمد. عجيب والله. ها عجيب والله. احنا قاعدين نكتبها. عاد روح اللي غاب. انا عود خايف على بنزيناتك. خلاص
يقول يعرف. اي يعني انا شوي اصور. السنه الماي ارحم من العام. العام كان المي قليل، السنه لا شوي ارحم. اي منا راح يبدي راح يستمر يقل منا لحد شهر التاسع العاشر ال11 الى ان يجي المطر، لو يجي لو ما يجي. لان الخزن المفتوح هو مو هواي. يعني هي الخزن اللي عندنا مو هواي. الدولة فتحتها والله كريم، بلكة تلحق على ابنك. شو اسمه ابنك بالخير؟ ابنك شو اسمه ابنك؟ انا ابو محمد. محمد والله. ابو محمد ابو محمد. ايه. شوف هم تحضروا، هم تحضروا عبارهم انا ما اعرف، فتحضروا لزموا المرديات ذني حتى يحاولون يفرون الزورق عبارهم ما اعرف اذبه بقوارجع. شوفوا اصدقائي هاي الفتره، هاي الفتره قبل الغروب يتحول الجو الى لون ذهبي. هسه بعدنا تقريبا ربع ساعه او ثلث ساعه، اقل من نص ساعه، يتحول كل الاشياء شوفها ذهبي، حتى اللون الاخضر من تسقط عليه اشعه الشمس يتحول بهذا الاتجاه الى اللون الذهبي. هنا يحلو التصوير ويحلو الشعر. ما حافظ شعر؟ لا والله ما حافظ ابد ابد. واحنا تعبانين هنا. اي الله يسعدك. جونا تعبان. الله يسعدك. اعطيك ابو ذيه؟ اعطينا والله. يقول وصفنا وما وصل حسنك وصفنا. لان يراد لك قعده. وصفنا. وصفنا كون بمدرستنا انت. من تاخذ صفر اعطيك 100. حياك الله. انا بتنجح، انا بتنجح، انا بتنجح. ايه طب ما يرضى؟ لا يرضى. اه والله انا